في دورتها 61 انطلقت اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني في مدينة اسطنبول. حضر الاجتماعات أعضاء الهيئة الرئاسية والعامة وعدد من السادة الوزراء وقادة الجيش الوطني، إضافة لممثلي الائتلاف عند عدد من دول العالم. بحث الحضور في اجتماعاتهم المستجدات السياسية والميدانية، وقدم خلال الجلسة الافتتاحية رئيس الائتلاف سالم المصلط إحاطة عامة عن نتائج الجولات التي أجرتها الرئاسة على المؤسسات والتجمعات في المناطق المحررة واللقاءات التي قامت بها على هامش منتدى الدوحة 20، ناهيك عن الزيارات والاتصالات التي أجرتها مع العديد من المسؤولين في الدول. الحقيقة اجتماعات الهيئة العامة بالائتلاف هي مهمة بهذا الإطار، فهي بتعمل جرد للي حصل سياسيا وأيضا على الأرض في المرحلة الماضية اللي هي قبل شهرين، وأيضا ترسم للمرحلة المقبلة خصوصا من الناحية السياسية. حاليا الكل بيعرف الوضع اللي عم بيصير بأوكرانيا. الوضع الأوكراني هو المستهدف حاليا في القنوات وأيضا في التغطية الإعلامية وباهتمامات السياسية لمعظم الدول. نحن كنا حريصين في المرحلة القادمة الماضية وأيضا في المرحلة المقبلة أنه نحن نحافظ على الملف السوري في يعني قمة الملفات السياسية لكل الدول المهتمة بالوضع في المنطقة. الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الرحمن مصطفى قدمت تقرير عملها في الاجتماع وعرضت أعمالها الخدمية في المناطق المحررة وما قدمته من مشاريع على الجهات الداعمة، إضافة إلى خطة الحكومة في سبيل تحسين واقع الشمال المحرر. ولفت مصطفى إلى اعتماد الحكومة للمجلس المحلي المنتخب لمحافظة الرقة، كما وعرض وضع وزارة الدفاع وأجهزة الشرطة والأمن، وأشاد بالجهود المبذولة في زيادة الوعي الحقوقي، واستعرض الوضع الاقتصادي والصحي. وفيما استعرض الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة مجريات الدورة السابعة للجنة، قدم رئيس هيئة التفاوض أنس العبدة تقريرا حول أعمال الهيئة ومستجدات المسار السياسي. اليوم نحن مع السادة الوزراء اشتركنا بالهيئة العامة اجتماع الهيئة العامة للائتلاف، وقدمنا تقرير الحكومة السورية المؤقتة، واستمعنا إلى مقترحات السادة أعضاء الهيئة العامة بالقطاع الصحي، بالقطاع الخدمي التعليمي، بخصوص وزارة الدفاع والأمن والاستقرار في المناطق المحررة. طبعا كان التقرير هو تقرير موسع، واستجبنا لكل الأسئلة والتساؤلات الهيئة العامة وحطيناهم في صورة وأخذنا المقترحات منهم. اجتماع الهيئة العامة استعرض تقارير مكاتب ولجان الائتلاف، حيث عرض منسق مكتب الدراسات والوثائق رياض الحسن التسلسل التاريخي للعملية السياسية وأبرز المنعطفات والدروس المستفادة. كما طرح أمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات تقريرا عن نشاطات الهيئة وقراراتها المتخذة خلال الشهرين الفائتين، فيما قدم منسق مكتب الاستشارات الاستراتيجية أحمد رمضان إحاطة حول الوضعين السياسي والعسكري وتأثير انعكاسات المشهد الدولي على الملف السوري. نحن نتحدث الآن عن تقدير موقف يقوم على أن حالة الجمود التي مرت بها القضية السورية على مدى حوالي 10 سنوات تقريبا قابلة للتغير الآن مع توظيف الأحداث الدولية التي تمر في أوكرانيا والتي تشهد أيضا صراعا أمريكيا روسيا وغربيا روسيا، وأيضا التغيرات التي تشهدها مواقف الدول المؤثرة في القضية السورية. لذلك وضعنا الآن تقدير موقف يقوم على أنه بناء على تلك المتغيرات ينبغي على السوريين أن يكونوا مستعدين لطرح البديل الوطني السوري، ويكونوا جاهزين على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. وهناك الآن ورش عمل ستتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة خاصة بهذا الموضوع، وتطرح على الائتلاف بمشاركة أيضا خبراء ومختصين وشخصيات سورية من خارج الائتلاف.